البركه مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه وانطلاقه شوط الختام، ختام هذه الفتره الصباحيه المميزه التي دارت على مدى 18 شوط. في هذه الفتره الصباحيه المميزه نسير مع شوطنا الثامن عشر الذي ايضا خصص للقعدان الاذاعه الانتاج، نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل مباشره مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط والبداية. هناك من يتقدم الأسماء في هذه اللحظات، جمران راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة من يقدم انطلاقة شعاره المميز مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من النايف محمد بن سالم بن علي العطر من يقدم لنا شعاره المميز مع أيضا المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم مشاهدينا الكرام ايضا اللي قادم مع المركز الثالث في هذا المسار، وصول وتقدم من خطام محمد بن سعود بن ناصر العجمي وختام هنا من يتقدم في هذا المسار المميز والجميل. اتابع المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا الكرام من يتقدم في هذه اللحظات. هناك اللي واصل بتحديات المميز والجميل الوسيل راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري يصل مع المركز الرابع والمركز الخامس. اتابع الوصول ايضا والقدوم في هذا المسار المميز والجميل والرائع، واصل هنا ويتقدم في هذا المسار المتحد عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي يصل ايضا بتحدياته المميزه والجميله من خلال هذا التواجد الجميل. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في هذا المسار. نعود مع البداية مشاهدينا الكرام مع صدارة هذا الشوط، البداية مع جمران من يتقدم في هذا المسار. هنا راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع البداية. المركز الثاني النايف من يقدم لنا أيضا انطلاقة محمد بن سالم بن علي العتر من يقدم أيضا انطلاقة شعاره المميز والجميل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من المتحد عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد يصل شعاره المحميد أيضا يقدم لنا هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما المركز الرابع اللي واصل مع المركز الرابع في هذا المسار المميز والجميل هنا لوسيل راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول من شعر العجمي يقدم لنا تحديات أيضا شعاره حمد بن سعود بن ناصر العجمي مع المركز الخامس في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا المسار الرائع والجميل مع شوط الختام مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل عشاق الاصاله والتراث محبين رياضه سباقات الهجره العربيه الاصيله، ولكن عوده مع البدايه النايف اللي غير وانتقل انتقاله مباشره مع المركز الاول وصداره هذا الشوط محمد بن سالم بن علي العطر من يقدم ايضا انطلاقه شعاره هناك مع صداره هذا الشوط ليكون قائدا في مسار وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني القدوم من المتحد مع شعار بن محميد عبد الرحمن بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي، بينما اتابع المركز الثالث شعار بن سالمين يقدم لنا ايضا لوسيل في هذا المسار المميز والجميل من خلال تواجد لوسيل راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري، بينما المركز الرابع يتدخل شعار بن حلفان يقدم لنا ايضا انطلاقه شعار المميز والجميل من خلال تواجد هذا الاسم مشاهدينا متابعينا الكرام. واصل هنا في هذا الانطلاق المميز والجميل ايضا الكايد علي بن راشد بن سعيد ال بريس المري، بينما الوصول والدخول في هذه اللحظات من اللي قادم في هذا المسار من ميمنه الميدان يتدخل هنا وذنان جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي يصل ايضا بن ثويني مقدما لنا ايضا انطلاقه شعاره المميز والجميل والرائع. هناك اتابع المركز الخامس اللي واصل من ميمنه الميدان اللي قادم في هذا المسار شاهين سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. هكذا هي الاسماء
مشاهدين الكرام متابعينا فاضل، ولكن عودة مع البداية، عودة مع اللي غير وانتقل انتقالا مباشرة نحو صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق والمسار المميز. وذنان جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي من يقدم لنا أيضا انطلاقة شعارها الجميل والرائع مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وصول وقدوم مع ثاني التحديات. اللي واصل شوف اللي قادم في هذا المسار اسم وصل شعار المنخس يقدم لنا انطلاقة أيضا. مرحب عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس أيضا يصل في هذا المسار يقدم لنا هذه أيضا الأداء الرائع والجميل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من شعار العجمي يقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره من خلال تواجد اختام حمد بن سعود بن ناصر العجمي أهالي دولة الكويت يقدمون لنا أيضا هذا الاسم مع المركز الرابع من خلال هذا التواجد الجميل مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الوصول من لوسيل راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري يقدم لنا لوسيل مع المركز الخامس، ولكن شوف اللي تسلل ووصل شعار العطية ضرغام خليفة بن علي بن حمد العطية الذي قدم لنا أيضا أحد الأسماء في الشوط الماضي يصل هذا الشعار ويقدم لنا أيضا انطلاقة ضرغام في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام، هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول صدارة هذا الشوط. مرحب مرحب عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري، روح يا أبو سعود هناك مع البداية مع المركز الأول يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. ولكن تابع شعار أبو أحمد أيضا يقدم لنا أيضا انطلاقة وذنان جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي من خلال تواجد وذنان في مسار وتحديات هذا الشوط، بينما شعار العطية أيضا واصل في هذا الانطلاق مقدما لنا أيضا انطلاقة ضرغام خليفة بن علي بن حمد العطية. والمركز الرابع أهالي ميدان الشهيد حاضرين من خلال تواجد هذا الاسم هنا مع انطلاقة شعار حمد بن سعود بن ناصر العجمي قادم في هذا المسار المميز. أيضا خطفوا نقطتين في هذا الصباح أهالي ميدان الشهيد يحضرون أيضا في هذا المسار المميز. وتابع شعار العطية أيضا واصل في هذا المسار يقدم لنا انطلاقة أيضا الفائز خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. ولكن العودة مع البداية مع المركز الأول ضرغام يا ضرغام خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا شعاره المميز والجميل. روح يا صالح بن زويد اليحافي أيضا اللي يتابع هذا الشعار مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، ركز هناك مع البداية، بينما أتابع اللي واصل مع المركز الثاني شعار المنخس من خلال تواجد هذا الاسم أيضا قادم مع المركز الثاني. مرحب عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري، ولكن شوف اللي وصل، شوف اللي وصل، وصل مصيحان عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة، وصل أبو أيضا أبو صلعة، نعم هنا يصل بتحديات المميزة والجميلة. ولكن شوف أيضا اللي قادم، وصل شعار العطية يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. وأيضا وصول من الجانب الآخر مثل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يصل بهذا المسار، لكن العودة مع ضرغام، ضرغام الله يا سلام، شعار العطية، العطية يقدم لنا ضرغام في هذا المسار المميز والجميل. خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الأول، ولكن مصيحان يضغط على الصدارة مع ثاني التحديات عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة، والعطية قادم، ولكن ضرغام مع البداية ما طاع يسلم الصدارة. ضرغام مع المركز الأول، العطية يقدم لنا ضرغام خليفة بن علي بن حمد العطية. سلام العطية، سلام سلام العطية، سلام سلام خليفة بن حمد العطية. مشكور يا اليحافي صالح بن زويد اليحافي. والنقطة الثانية لهذا الشعار سلمت يمينك على هذا الأداء المميز والجميل، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مصيحان عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة. المركز الثالث كان الوصول من مثل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. المركز الرابع وصل الفائز خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. والمركز الخامس
المركز الخامس وصل عفرين سالم بن عبد الله علي بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر الشعار العطية وقدم لنا أيضا اسم في هذا المسار حيث خطف نقطتين في صباح هذا اليوم، 9:13 35 جزء من الثاني. تهاني للناموس الخليفة بن حمد، خليفة بن علي بن حمد العطية، والتهاني أيضا لمن قاد هذا الشعار صالح بن زويد اليحافي المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني كان الوصول من صحان، توقيتها الزمن 9:14 37 جزء من الثاني. تهاني للناموس عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة، بينما المركز الثالث وصل شعار البخيت وقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره من خلال تواجد عفرين مع المركز الثالث في هذا المسار. وصل مشاهدينا الكرام مثل وتوقيت الزمن 9:14 83 جزء من الثاني. تهاني للناموس سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصل الى ختام هذه الفتره الصباحيه المميزه. نذكر بصاحبه الشوط الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم.